صباح الخير والبركة. بنشكر رب لأجل وجودنا في محضره، وأثق أنه هذا الصباح وهذا اليوم مبارك لينا ولكل حد بيشاركنا من أي مكان في العالم في اسم الرب يسوع. كم حد يؤمن أنه ليه لقاء خاص مع الرب؟ تعالوا نقف في محضر ربنا وإحنا بنقرأ مع بعض مزمورين صغيرين من مزامير المصاعد، مزمور 133 ومزمور 134. تعالوا نقف مع بعض كده وإحنا بنحط ده، حط أمورنا قدام الرب وإحنا يعني جايين للبركة في اسم الرب يسوع. تعالوا مع بعض المزمور 133 ترنيمة المصاعد لداود. هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون. لأن هناك، يلا من يقول معي أمين، هناك في هذا المكان عندما يجتمع الإخوة مع، هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. مزمور 134 ارفعوا ديكم معايا، وكل اللي بيشاركونا من بيوتهم يقول كده: هوذا باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. ارفعوا أيديكم، ارفعوا أيديكم للرب كده نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماء والأرض. تعالوا نقول المزمور الثلاث أعداد دول بصوت واحد مع بعض: هوذا باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماء والأرض. وإحنا كلنا واقفين ورفعين إيدينا كده: باركوا الرب. يباركك الرب، وإحنا بنباركه بنعظمه ونديله الإجلال في هذا الصباح في بركة إلهية هتستقر على كل حد طالبه مخلص جاي عنده إيمان أنه ربنا يحط يده عليه. أثق أنه هذا الصباح مبارك يا رب، وهذا اليوم مميز لأنك في وسطينا، لأنك عن كل واحد منا ليس ببعيد. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك لأنك هنا، شكرا ليك لأنك صالح، شكرا ليك لأنك قدير. يلا أحباء خلونا نصلي كده ونقول للرب إحنا بننتظرك وعندنا إيمان بأنك موجود وأنك حي، هتطيب قلوبنا وهترفعنا وتدينا نعمة وتدينا النهاردة يا رب أن احنا نتلامس معاك. يلا أخواتي فريق التسبيح وأخويا فايز بيجهزوا، تعالوا كل اتنين أو ثلاثة جنب بعض من فضلكم، هنمسك ايدين بعض كده ونسبح ونعبد الرب ونعليه بكلمات من قلوبنا في هذا الصباح. يلا قول للرب: أنا بباركك النهاردة، أنا بعليك، أنا النهاردة جاي أديك الإكرام والمجد اللي ليه بشخصك. أصلي في اسم الرب يسوع كل حد جاي مضغوط أو تعبان، كل حد النهاردة يا رب جاي النهاردة نفسه يتقابل معاك، كل حد جاي النهاردة نفسه يدخل لعمق جديد. أثق أنك موجود هنا يا رب، أثق أنه يا رب أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حيني. تفتح يدك يا رب، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. كم حد يقول له النهاردة شبع من عندك يا رب؟ موجود وسطينا الرب، موجود وسطينا. كم حد يقول له افتح عيني أشوفك، افتح عيني على مجدك وعلى حضورك في هذا الصباح، عايز أتقابل معك مقابلة حقيقية في هذا الصباح يا رب. مش جاي عشان مرنم ولا واعظ ولا جاي عشان ترنمتين، لكن جاي أتقابل معك يا رب. بصلي لأجل كل بيت بيشاركنا العبادة يا رب، مئات الألاف من البيوت النهاردة اللي بتشاركنا، أدخل لكل بيت يا رب بسلام بطمأنينة بقوة بحضور إلهي يا رب. احنا منتظرينك، شكرا شكرا لأنه مكتوب لا يخزى، لا يخزى منتظريك يا رب، لا يخزى منتظريك يا رب. علوت جدا أيها الرب الإله، علوت جدا في الأرض وفي السماء، علوت جدا أيها الرب الإله، علوت جدا في الأرض وفي السماء، علوت جدا ليس مثلك إله، علوت جدا أيها الرب الإله، مجداً لك عين
لك عزا. فإنك عظيم دون ما حدود، جلالك يغطي كل ذا الوجود، فإنك عظيم دون ما حدود. أعلنها بإيمان، لتقف أمامك أعلى السدود، علوت وحدك لك كل الذنوب. يلا شعب الرب، جلالك هاليلويا، فإنك عظيم دون ما حدود، لا تقف أمامك أعلى السدود، علوت وحدك لك كل السجود. مجدو مجدا لك، لك عزا يعلو اسمك هاليلويا فوق السماء. ملك الملوك وجلاله، مال الوجود حوالينا، وجبال بتبقى قدامك اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلاله، مال الوجود حوالينا، والجبال بتدوب قدامك اسمك عالي يا فدينا. الانهار بتسحب لك كل الالام، تعزف كل العيون. شعب الرب لوحديكم، ملك الملوك وجلال، ملك الملوك وجلال، وجبال اسمك عالي يا فهد. شعب الرب تاني، يلا
ملك الملوك حوالينا وجبال بتدوم قدامك اسمك عالي دلت انهار بتسقف منك أيوة كل الملوك تخضع عطاك انت عالي فوق كل اسمي مهما يكون عالي فوق السحاب ومال الكون عالي هتشوف ملكك كل العيون ليك المجد والكرامة والبهاء لك علامة سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال والمحشرة والعجال نسمعكم يلا ليك المجد والبهاء لك علامة سلطانك بيحررني بيحرر ليك القوة والجلال بتغيرني يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك إلهي يا حمل المذبوح عني بيسجد ليك إلهي يا حمل المذبوح عني يلي بني بدلي وشايف كل في السما بتشفع فيا أنا عمري ضاع واشتريته ولقيته فتحت لعني لوحديكم يلا ما بتشبع فيا أنا عمري ضاع قلبي تاه ولقيته فتحت لعنيا يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك أنا قلبي بيخضع ليك يا حمل المذبوح عني يا إلهي يا حمل المذبوح عني يلي وعدك جاي تاني في السما هيكون مكاني في المدينة السماوية لما تيجي على السحاب تاخدني لبيت الآب للسعادة الأبدية يلي وعدك جاي تاني في السما هيكون مكاني في المدينة السماوية لما تيجي على السحاب تاخدني لبيت الآب للسعادة الأبدية يا إلهي على قلبي بيسجد ليك إلهي يا حمل المذبوح عني يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك إلهي يا حمل المذبوح عني أصلي له تحير عقلي تدابير بيقفل باب ويفتح ألف باب غير طب أسأل سؤال ونكمل ترنيم مين اللي كسبان في الموضوع ده؟ لما ربنا بيقفل قدامي باب أزعل؟ لا ده أنا أتبسط وأفرح عارفين ليه؟ لأن بيفتح قصاده كام؟ ألف باب هو يفتح ولا أحد يغلق وما ننساش برضه هو يغلق ولا أحد يفتح هو المتسلط في مملكة الناس وهو اللي ماسك زمام الأمر
أصلي له تحير عقل التدبير بيقفل الباب ويفتح روعة صوتكم جميل أصلي له تحير عقل تدبيره بيقفل الباب ويفتح ألف باب غيره يا دوب يلمح إيدي أمامه مرفوعة بحب عجيب علي يفيض جزيل خيره ما بفهمهوش ساعات يمكن وبتزمر واشوفه بعيد في وقت الدين ومتأخر ما بفهمهوش ساعات يمكن وبتزمر اشوفه بعيد في وقت الدين ومتأخر يقول له اصبر ما تستعجلش على فرحه انا بايدي بجهز لك فرحه اكبر بيبعت رحمه للسهران في ليل قاسي ويبعت نعمه للغفلان وليل قول معايا بيبعت في ليل قاسي ويبعت نعمه للغفلان وللناسي وبيطبطب على المهموم وبيواسي ويفتح طاقة للمسجون في حنين مين ده حنين واللي داع منه أكيد عارفه يحوق علي ماشي في سكته تاني تاني حنين يا حوا علي ماشي في سكته شايفه ويصبر علي ماشي بعيد وبيخلفه ويوفي العهد لو كل البشر خانوا أروح عنده أحط الحمل وأسيب وأنا مرتاح ما أنا واثق في ترتيبه أروح عنده أحط الحمل وأسيب وأنا مرتاح ما أنا واثق في ترتيبه ولا يشغلني خوف من جاي ولي وإزاي بقول الخير يا رب أنت اللي هتجيبه سخية إيديه وجوه عينيه أنا متشال وفي حضوره بحس بكل راحة بال سخية إيديه عينيه أنا متشال وفي حضوره بحس بكل راحة بال ده ألف وعوده هيعوضني عن أتعب سنين عدت وبكرة هيبقى أحسن حال بيبعت رحمة للسهران في ليل قاسي ويبعت نعمة للغفلان وليل يلا نسمعكم يلا ويبعت نعمة للغفلان وللناس وبيطبطب على المهموم وبيواسي ويفتح طاقة للمسجون في أحزانه حنين منه أكيد عارفه يحور علي ماشي في سكته حنين حنين واللي داء منه أكيد عارفه يحوق علي ماشي في سكته شايفه ويصبر علي ماشي بعيد وبيه
خلفه ويوفي العهد لو كل البشر خان. اتبنى ورضي بي واشتران اشتران يسوع حن علي. تعالوا شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص. انا ماشي معاه مرفوع الراس على مقام. اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا. اتبناني رضي بيا حن عليا. بقالي في حضنه مكان ونسيت ايام الحرمان. بقالي في حضنه مكان ده اهلي وعيلتي كمان وراس مالي. اتبناني رضي بيا واشتراني حنا شعب الرب. يلا اتبناني اشتراني ابنه ليا شأن كبير. الاخوات بنته ليا شأن كبير. قدير ازاي اخاف انا مش شرير مهما جالي. اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا. اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا. نساني الماضي القديم. شكرا. نساني الماضي الأليم. إيه ده غسلني بدمه الكريم وفداني. اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا. يسوع اتبناني رضي بيا حن عليا. عوض عن كل اللي راح ويضمت كل الجيره. عوض عن كل اللي راح ويضمت كل الجيره. ويوماتي عايش بفرح وفي اغاني. اتبناني رضي بيا واشتراني يسوع حنا لوحديكم. يلا يسوع شوفوا يا ناس يسوع اداني الخلاص. يسوع اداني الخلاص. انا ماشي مع مرفوع الراس على مجالي. اتبناني رضي بيا واشتراني حن علي يسوع. اتبناني رضي طول السنين عبده خاضع ويامين. هعيش له طول السنين عبده خاضع ويامين. ولا حد عنه شمال ويمين طول ايامي. اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليا. اتبناني رضي بيا واشتراني حن عليه. هللويا. تعرفين انا قصدت اقول عبد وخاضع وامين. هي مكتوبه ابن وينفع نقولها ابن لان هو لا يدعونا عبيد. بس عارفين بولس الرسول يقول في فيليب 1:1 بولس وتيمساوس عبد يسوع المسيح. عارفين ليه؟ لأن هو نفسه أخذ صورة إيه؟ أخذ صورة عبد. يبقى أنا استكترها على نفسي أقول أنا عبدك. إيه رأيكم في إلهنا ده؟ إله عظيم.
اللي في نظر أعدائه مغلوب. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة، قوة الله. قام حمل الله. أمين. اللي في نظر أعدائه مغلوب قام وغلب بغلبتنا، اللي انكسر بصليب مرزول قام وكسر شوك. شكرا. اللي في نظر أعدائه مغلوب بغلبتنا، اللي انكسر بصليب مرزول قام وكسر شوك. لجسد سماوي في الأمكان ده أم فتح لينا الملكوت. أم حمل الله ووهبنا حياة. في السماء قول يا شعب الرب. حي بسلطانه حول عقوبتي بالخلاص، رد مقامي لمجد. قام وانتصر. قام وانتصر. نكون معنا عين مجده وبالحقيقة الرب قام وما في صعب قادر اتحده. ووهبنا حياة أجلسنا معاه في السماويات. جرد سلاطين بمؤمنين أيمين من بعد. يلا يسوع رجاء كل العالم. يسوع رجاء كل العالم ده قام وحي بسلطانه حول عقوبتي بالخلاص، رد أي أي. قام وانتصر وطلب من الآب نكون مع العين مجده وبالحقيقة الرب قام وما في الصعب قدرت. اسمع يا أم حمل الله ووهبنا حياة معاه في السماويات. جرد سلاطين بمؤمنين ومعها قايمين من بعد الممات. هللويا هللويا. قام حمل الله. بس العجيب والحلو انه لما اقامه لما قام من الموت اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات. الناس بيلومونا على كسرة الهدى
غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاء. ايه رأيكم الناس ممكن يقولوا ايه الناس اللي بتزغرت دي وفرحانة؟ اصل غصب عنهم ما اختبروش. يلا قول معايا. الناس بلومونا على كسرة الهدى، غصب عنهم ما اختبروش. ايوة يا شعب الرب. ولا واحد منهم شاف الناس كانوا غصبين عنهم. دي علامة التعزية، دي علامة التعزية. الناس كانوا طيب، ردوا عليهم انتوا بقى. يا ناس ما يقدر شي نتعزى سكني، تعزى سكاني. الناس قالوا كفاية ليلتين في كل أسبوع، ما نقدر شي نطيق فورك يسوع، نطيق فورك يسوع. الناس قالوا فرحانين لا واحد فيكم متوظف ولا عنده فتنطي، ولا عنده فتنطي. ايه اللي يرضي الناس نبطل عيبة؟ قول معي بصوت عالي. لكننا لا نضيعهم بل دايما في زيادة، قولوها بصوت واطي ينفع. الناس قالوا طيب، قولوها بصوت واطي. يا ناس احنا ما نقدر شي نتعزى سكاتي، نتعزى سكاتي. الناس قالوا كفاية ليلتين في كل سبوع، يا ناس احنا ما نقدر شي نطيق فورك يسوع، نطيق فورك يسوع. لينا حق نقوم 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 نرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك. لنا حق نقوم 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 نرنم لك، لنا حق اليوم اليوم نشهد عنك. يا مدلل بالهدى ايامنا وخيرك سابق ترنم، خيرك سابق ترنمنا وأصارك. شكرا أصارك في دسمها على شعبك يشهد بجبين. لينا حق نقوم نقوم نرنم، لينا حق نشهد. ميلنا كغنم فضلنا، اتحط عليه حمل أسامنا. ميلنا كغنم واتحط عليه حمل، قول بصوت عالي. خطايانا وكفت تاني، خطايانا وكفت أحزاننا، اترفعت عنا في يوم صلب. لينا حق نقوم نقوم ونرنم،
مرة معاك، الصعبة معاك بتسهلها، والمرة معاك بتحولها، وإن مالت بينا بتعدلها، إن مالت بينا قولها تاني تاني، إن مالت بينا بتعدلها وتعوض صبر اللي انتظر. يا شعب الرب نشهد عنك ربي، بتزيد شعبك بالتعزية يا رب الأفراح، بتزيد شعبك بالتعزية قدامك، أحزننا قدامك أحزننا، والحال يتبدل على يدك، لينا حق نقوم نقوم ونرنم، لينا حق اليوم اليوم نشهد قال كده نحمية في نحمية 8 عدد 10 قال ولا تحزنوا. ليه يا عم نحمية؟ قال لأن فرح الرب هو، على فكرة الفرح يدي قوة. ممكن تبقى جاي تعبان وجاي هزيل، بس مجرد ما تفرح في حضرة الرب تلاقي نفسك لبستها قوة جديدة. أما منتظروا الرب يجددون قوة، تيجي نقول فرح الرب هو قوتنا، ونقول موسم الأحزان خلاص فات. أمين. أصل اللي يعرف يسوع ما يعرفش الحزن. مرة داخل بلد وهو داخل البلد طالعة من البلد دي جنازة، هل ينفع تبقى في جنازة طالعة وموكب موت طالع وموكب الحياة داخل؟ إيه رأيكم لما يتقابل موكب الموت مع موكب الحياة؟ من اللي ينتصر؟ رئيس الحياة، رئيس الحياة. يقول للست ويتحنى يقول لا تبكي، مع أنه طلب غريب، طلب غريب في موقف غريب. المفروض ما يقولهاش ما تبكيش، يقولها ابكي علشان ما يحصل لكيش حاجة، طلعي كده اللي جواكي والحزن اللي جواكي. لكن يسوع لما يقول لحد لا تبكي هو عارف هيعمل ايه، لان يملك القوة، يملك القوة والسلطان. وتقدم ولمس النعش، ايها الشاب لك اقول قم، يقول فجلس، فوقف الحاملون، وبعدين يقول فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى إيه؟ إلى أمه. يلا نقول فرح الرب هو قوتنا. فرح الرب هو قوتنا، اسم يسوع هو لهوي، هو عيدنا. وفرح الرب، فرح الرب هو قوتنا، اسم يسوع هو، ملناش اسم تاني نهتف لهوي، هو عيدنا وعزنا، عز الكنيسة ورأسها، سحق رأس عدونا، عز الكنيسة ورأسها، سحق رأس عدونا، للأبد نرفع اسمه، للأبد نرفع اسمه، نهتف ويظللنا. فرح الرب هو قوتنا، وعزنا، كيف لا نفتح
تسبيحنا نهتف له موعدنا وعزنا أدخلنا بالترنيمات حضرته في السماوات حضرته في السماوات عرشه في عرشو امتى تشاف يرى وسطنا هللي هللويا فرح الرب هو قوتنا اسم يسوع هو تسبيحنا نهتف له هو عيدنا وعزنا اتينا لجبل القدوس أمين أمين أتينا لجبل القدوس فرح أبدي على الرؤوس على قوات العدو ندوس أيوة أصعدنا وأعطى السلطان فرح الرب هو قوتنا اسم يسوع هو تسبيحنا وعزنا يشرق بمجده يرانا فنفرح به يشرق يرانا فنفرح به لا تنزع أفراحنا حد عارف ليه؟ يلا قولها بصوت عالي لأنها بروح هو تسبيحنا نهتف له بي هو عيدنا وتفرح البرية عايز اسمعكم شعب الرب ويبتهج القفر أمين أمين موسم الأحزان فات فرح الرب هو قوتنا اسم يسوع هو تسبيحنا نهتف له بألدنا هو عيدنا وهو عزنا من حقي اهتف واغني يلا نختم بيها مع بعض صنعت الشر وعفى عني من حقي اهتف واغني صنعت الشر وعفى عني لما فداني بدمه صالحني صرت انا متصالح بدماء سددني وعاري محال ورثني الامجد في سماء بتشرف بما سرت معاه ولحد ما يجي يلا سددني وعاري محال ورثني الامجد في سماء
متشرف بما سرت معاه والحد ما يجي استناه شال الحزن بفرح وغمر علم جامد حب اي شال الحزن علم جامد حب واثرني وافضع في النعمة تكملني كلمته خلقت فيا حياة سددني نهاري معاه ورثني الأمجد في سماء متشرف بما سرت معاه ولحد ما يجي هستناه سر جمالي في مش في سر جمالي دار عيوبي بنعمة غنية ألبسني الحلة الملوكية عايش متمتع برضا سددني عاري محاه ورثني الأمجد في سماء متشرف بما سرت معاه والحد بيك استناه وفي أسوأ أحوالي قبل أشكرك وفي أسوأ أحوالي قبلني على أكتاف رأفة شايلني طول مشواري هو ضمني وبقيت ابنه من راعي ورثني الأمجد في سماء متشرف بما سرت معاه والحد ما يجي هات آخر مرة يلا سددني ورثني الأمجد متشرف بما سرت معاه والحد ما يجي هستنى. مجد للرب. كم حد شاعر بحضور الله في وسطينا؟ كم حد يديله المجد في هذا الصباح لأنه مستحق العبادة والسجود في وسط الكنيسة. بشكر رب لأجل وقت العبادة والتسبيح ولأجل أخويا فايز عدلي ولأجل حضراتكم كنيسة بتحب الرب وتسبح الرب بكل قلوبها. أثق أن الرب مجهز لنا بركة خاصة جدا في اسم الرب يسوع. بنعمة الرب الأحد القادم الكنيسة هتكون من يوم الجمعة على الكرمة مباشرة بنعمة الرب. جمعة مساء الساعة 7 يبدأ مؤتمرنا، احنا نتحرك الصبح بس الاجتماع الأول الساعة 7 على الكرمة مباشر، وعندنا السبت 10 صباحا و7 مساء، الحد 10 صباحا في معادنا و7 مساء بنعمة الرب على قناة الكرمة. ساش النهاردة بالليل عندنا اجتماعنا قوي جدا في التعليم والبركة والصلاة الساعة 7:30، واجتماع الصلاة وبنعمة الرب هنصلي لأجل المؤتمر الثلاث اللي جاي. كل أحباء المشتركين في المؤتمر تعالوا نطلب وجه الرب أنه يتنسم علينا والمؤتمر ده يكون مختلف لينا والكل اللي هيشاركونا في العبادة في اسم الرب يسوع. كم حد فينا مشتاق على الرب ونفسه يسمع صوته بقوة؟ كم حد يقول يا رب عندنا الإيمان أنك موجود وأنك عن كل واحد منا ليس ببعيد؟ يقدر الرب النهاردة يطيب قلوبنا ويقدر يجي لكل حد فينا بلمسة خاصة؟ كم حد مشتاق على الرب؟ طب وانت رافع ايدك غمض عينك كده قول للرب كل اللي بيشاركونا من بيوتهم يا رب شكرا ليك لانك موجود لانك حي لانك يا رب وسطينا عايز تتكلم لكل قلب فينا يا رب. تعالى النهاردة بتشجيع وتعالى بتبكيت تعالى يا رب حط ايدك في ظهر كل حد تعبان تعالى النهاردة طبطب على كل واحدة مجروحة. عندنا إيمان يا رب والثقة إن كلمتك حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة. كلمتك تعمل اختراق في هذا الصباح لكل قلب يا رب في اسم المسيح.
آمين آمين. تعالوا أحبائي نوقف مع بعض وإحنا مكملين بنعمة الله، وإحنا بنحكي عن ليأتي ملكوتك وأمثال الملكوت. النهاردة عندنا مثل مزدوج هنقرأ من إنجيل متى 13 ولوقا 13. متى 13 خلينا أخذ مع حضراتكم من عدد 31. تعالوا نشوف مع بعض اللي على قلب الرب عايز وصل لنا إيه. قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن لما متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. قال لهم مثلا آخر: يشبه ملكوت السموات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال، وبدون مثل لم يكن يكلمهم، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. خلينا نروح معاكم لإنجيل لوقا صح 13 من عدد 18 ل 21. لوقا 13-18. فقال: ماذا يشبه ملكوت الله؟ وبماذا أشبهه؟ يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها. وقال أيضا: بماذا أشبه ملكوت الله؟ يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. أمين أمين. اتفضلوا. حقيقة عدد كبير من الأمثال أطلق عليها أمثال الملكوت، وفي الحقيقة الأمثال دي قليل لما بنفكر فيها أو بيتوعظ عنها، مع أنه في الحقيقة الرب يسوع كان بيكلم الجموع بعمق في أمثال الملكوت للي بيحبوا كلمة الله. وأخذنا مثل الزارع وشفنا أنواع القلوب، القلوب المتحجرة، القلوب المقفولة، والقلوب الغليظة، والقلوب القاسية، وشفنا كمان قلوب مفتوحة، وشفنا قلوب نقية، وشفنا قلوب بحسب مشيئته. بس النهاردة ربنا بياخدنا في مثل جديد، أخدنا كمان الأسبوع اللي فات وإحنا بنحكي القمح والزوان، مثل الحنطة والزوان، وهي الزوان ومن زرع هذه الزوان وإيه اللي حصل. النهاردة عندنا مثل صغير، والمثل ده اختلفوا المبشرين يعني المفسرين والوعاظ في تفسيره، لأنه في الحقيقة لما تاخده في سياق الكتاب يبقى ليه معنى، وانفكرت فيه على حدة يبقى له معنى. فمثل الخميرة اللي أخدتها الست وخبأتها في 3 كيلات دقيق، البعض بيقول إنه الدقيق ده هو الملكوت، والخميرة دي هي كلمة الله، ففضلت تنمو لحد ما يعني وصلت لي العجين كله وخمرته. بس في الحقيقة مع روح الكتاب واللي اتقال في الكتاب وسياق الأمثال اللي اتشرحت قبل كده، الموضوع مختلف. الرب كان بيتكلم عن أمثال الملكوت إنه هناك بذار وقعت على الطريق وجاءت الطيور وأكلتها، وبذار وقعت على الأرض محجرة فلم تنمو، وبذار وقعت وسط الشوك فخنقها. وبعدين يتكلم عن الجيد، وبذار وقعت في أرض جيدة جابت 30 و60 و100. وبعدين المثل الثاني بيحكي فيه عن قمح وزوان. الزوان ده نبات ضار بيطلع في وسط القمح، فزي ما فيه في الملكوت في حنطة وفي قمح وفي نبات حقيقي، في كمان زوان أو أمور لا تخص ملكوت الله. وده اللي هنلاقيه في سياق الأمثال لما يتكلم عن شبكة جامعة، سمك جيد وسمك رديء، لما يتكلم عن 10 عذارى، 5 حكمات و5 جاهلات. النهاردة الرب عايز يكلمنا أنه في الملكوت حصلت حاجة غريبة، جزء ظاهر ما هو ظاهر، حبة الخردل اللي صارت شجرة وجت طيور السماء وتآوت في أغصانها، وجزء خفي مستخبي.
في الحقيقة لما نبص على الكتاب إنه يعني خروج 12-15، تعال نبص على موضوع الخميرة ده، إيه اللي يقصده في روح الكتاب، واللي بيحبوا كلمة الله عشان هنوصل لجزئية مغيرة. تعليم المسيح بيغير، بيقول لهم كده إنه 7 أيام تأكلون فطير، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. فالرب بيقول لهم وانتوا بتعيدوا بالفطير وانتوا بتعيدوا في الفصح، محدش يخلي خمير في بيته، طلعوا الخميرة دي برة، وأي حد فيكم يأكل خمير ويكسر وصية تقطع هذه النفس من إسرائيل. فالرب بيقول لهم إنه الخمير الشيء المختمر ده، وفي متى 16 رب يسوع بدأ يتكلم عن حاجة مهمة جدا. متى 16-12 الرب يسوع بدأ يتكلم معاهم، لو حضراتكم بصيتوا معايا، حذر يسوع من خمير الفريسيين والصدقيين، يقول لهم كده أن يعني يحترزوا من خمير الخبز بل من تعليم. فهنا مرة يقول إن الخمير ده أشارة للشر وده موضوع سلوك، ومرة يتكلم عنه إن هو الخمير ده تعليم. فالخمير ده اللي بيستخبى في جزء يخص السلوك العملي وجزء بيخص التعليم الغير مطابقة لكلمة الله. وفي الحقيقة المثل ده ما أشد الاحتياج إليه هذه الأيام، ما أشد احتياجنا للتعليم. النهاردة بقي فيه خمير سلوك وخمير تعليم. خمير سلوك حاجات المؤمنين اتعودوا عليها وبقينا مستريحين وإحنا بنعملها، ولا حد يقدر يقول إن ده غلط. زمان كان المؤمنين مدققين، يعني زمان أنا متهيألي لو طبقوا القوانين اللي كانت في الكنيسة زمان ولا واحد فينا يبقى في الكنيسة. يعني على سبيل المثال زمان كان يقول أنه ممنوع التلفزيون يخش البيت، وبعدين شوية شوية بدأ الموضوع يبقى سهل ويبقى بسيط. النهاردة ممكن التلفزيون ده يبقى سبب بركة في قنوات مسيحية دلوقتي البيت، وممكن يبقى لعنة للولاد. فازاي انه الامور دي تستخدم صحيحة في بيوتنا؟ لكن خمير التعليم النهاردة لما تيجي تعلم كلمة الله بحق وتكلم كلمة الله بعمق، في ناس كتير مش بتطيق ده. الناس اليومين دول شعارهم كلمونا بالنعمات. الناس النهاردة عايزة حد يوعظ عن ربنا الحلو الجميل اللي بيسدد الاحتياجات، وربنا اللي خلي باله من الولاد، وربنا اللي بيشفي. بس لو اتكلمت عن الله القدوس مش كل الناس تحبك. لو اتكلمت عن الله كنار أكلة يقولك يا عم ما تخوفوش الناس. التعليم له شقين، صحيح بيهتم بي وبظروفي وأحوالي وأنا ابن وغالي ومحبوب عنده، لكن هو إله قدوس. مين يقدر ينكر قداسة الله؟ مين يقدر ينكر انه النجاسة تكسر قلبه وانه عدم الحياة بقداسة ده بيكسر قلبه؟ فعشان كده هنا بيتكلم، مرة يقول لهم تعزلوا الخميرة الشر، وبعدين يقول لهم مرة تاني عن خمير الصدقيون والفريسيين. في مرقس 8-15 في نوع تاني من الخمير اسمه خمير هيرودس. وحقيقة لما تبصوا على التعريفات دي جنب بعضها، كورنثوس الأولى يقول لهم في كورنثوس الأولى 5، طلعوا معايا كده كورنثوس الأولى 5، وهو بيحكي يقول من عدد 6 يقول لهم كده إنه يعني ليس افتخاركم حسنا، ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة، اقروا معايا من فضلكم، خميرة صغيرة تعمل إيه؟ خوات شاطرين اللي بيعجنوا، تخمر العجين كله، وبعدين إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. كان زمان يقولك فلان ده فطير، يعني مقدس للرب، يعني ناقل للرب. وبعدين يقول ايه؟ لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. وبعدين يكمل اذا لنعيد، وبعدين يحط تعبير ليس بخميره عتيقه. خميره عتيقه دي، خمير العتيق
اللي هو عادات وتقاليد الناس والموروثات اللي ماشي علينا. أنا أعرف ناس بيعملوا حساب لكلام الناس وعادات الناس أكتر من كلمة الله. ده يحزن قلب ربنا، ده يحزن قلب الرب. أصل يقولوا علينا الناس، طب ما سألتيش نفسك يقول علي إيه الرب؟ مرات نخاف نزعل الناس، بس بيهون علينا نزعله هو، بيهون علينا نكسر قلبه هو. فدي خميرة عتيقة ورثناها من أجيال قبل كده. وبعدين ولا بخميرة الشر والخبث، في خمير اسمه خمير ايه؟ شر. فمرة يقول لهم ده تعليم، ومرة يقول لهم ده خمير شر. وهنا الرب عايز يطلع قلبنا من الحتة دي بنعمة خاصة جدا حقيقة. نفس النهاردة الروح القدس يكلمنا شوية عن موضوع إنه الأمور الظاهرة والأمور الخفية في حياة أولاد الله، إيه اللي ربنا عايز يوصل الكنيسة ليه. وأنا في الحقيقة لحد صباح أنا أحب قوي قوي أتكلم في التعليم، لأنه التعليم بيغير، التعليم بيفك المؤمنين. حلو إن إحنا نتعزى، وحلو إنه أنا أخد كلام من ربنا، بس حلو إنه كلام ربنا يغيرني وينقلني في أمور ظاهرة. النهاردة أحبائي عايز أقول لكم كم الأمور الظاهرة في أمور في الكنيسة في العالم محتاجة مراجعة. أمور مش هقدر أتكلم عنها لأنه من على منبر الرب. يعني أنا مرة كنت في أمريكا وماشي مع أحد الأصدقاء في ولاية من الولايات بعربية، وبعدين قال لي باصص بص هناك كده، فأنا مش واخد بالي، فروحت باصص على كنيسة كبيرة جداً معلقة عالم الريمبو، واللي يعرفوا يعني عالم الريمبو عالم المثليين. بأمانة عرض العالم مش أقل من 3 متر وطوله مش أقل من 5 متر، تشوفوا من آخر الدنيا. نحن نرحب بالمثليين، هم بيقولوا كده، نحن حرية. وده شر رهيب جدا جدا. الرب بيجي يقول الكنيسة بدأت تصادق على أمور ظاهرة محتاجة الكنيسة لو عايزة تكون مؤثرة في العالم، تيجي للأمور الظاهرة دي وتوبخها النهاردة تقف على المنبر تقول ربنا هيعمل معجزة ويشفي، الناس كلها تتبسط منك قوي. تقول ربنا عايز يوبخ الشر اللي تسلل وطيور السماء، الطيور اللي جت تقاوت في الشجرة دي، ربنا يجي يقول لك ايه؟ النهاردة انا عايز كنيستك كنيسة نقية، عايزها عذراء عفيفة، عايزها الايام اللي جاية تكون مقدسة. وكمان يقول الكتاب مقدسة وبلا عيب وبلا غضب او شيء من ذلك، الكنيسة تتقدس. بس خلينا نتكلم النهاردة عن الامور الخفية والسلوك. حقيقة النهاردة الرب بيكلمنا عن موضوع خطير جدا يا اخوات، خميرة صغيرة. والغريب ان بولس الرسول يستخدم الآية دي مرتين، خميرة صغيرة تخمر العجين كله. يعني ايه خميرة صغيرة؟ يعني حاجات صغيرة بس بتتسلل، وتفاجأ ان الموضوع كله فيه خراب. جه منين الخراب ده؟ من الامور الصغيرة. يعني سفر الجامعة يقول لك انه الذباب الميت ينتن طيب العطار، وبولس يقول خميرة صغيرة تخمر العجين كله، والمسيح لكل المجد في المثل بيقول انه الخميرة اللي استخبت في 3 كيلات دي عملت حاجة رهيبة جدا، خمرت العجين كله. حياة التدقيق، ايه اللي اطلع بيه من المثل ده؟ هل انا مؤمن مدقق في حياتي؟ يلا قبل ما ناخد الرحلة دي انه ازاي سلوك وحياتي يكونوا بتدقيق، ازاي كمؤمن اعيش حياة مدققة في السر وفي العلن، وافاجأ ببركة غير عادية ربنا بيعملها في حياتي. عشان كده اول حاجة في السلوك اللي يرضي الرب، رقم 1 اللي بيحبوا يكتبوا معايا ويكتبوا شواهد، ولما تروحوا اقعدوا فكروا في الايات دي، لانها ايات في الحقيقة مش كتير بيوعظوا فيها ومش كتير بيقلبوا فيها او بيقعدوا قدامها، بس بتغير الحياة. خلينا اخد معاكم يوحنا 2:1-6. أول حاجة في السلوك إن السلوك ده يكون بحسب الحق، بحسب المكتوب. إذا كان هناك خمير تعليم وإذا كان في أمور في السلوك، طب أعمل إيه؟ يوحنا 2:1-6 يقول تعبير مهم قوي قوي، وهو بيقول كده. يوحنا 2:1-6 يقول وهذه المحبة اللي بيحبوا الرب، أن نسلك بحسب وصاياه. المحبة اللي بيحب الرب أول حاجة يقول للرب أنت عايز تقول لي إيه؟ طب كلمة الله في الموضوع ده بتقول إيه؟
حلو التعبير مؤمنة كتابية أو مؤمن كتابي. هذه المحبة أن نسلك بحسب وصاياه، هذه الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها. هل أنا مؤمن بعمل حساب لكلمة الله؟ وعايز أقول لك يا بخت كل مؤمن ومؤمنة بيعمل حساب لكلمة الله. طول ما أنت في صف كلمة الله، كلمة الله تبقى في صفك. طول ما انت عامل حساب لكلمة الله، كان المسيح بروح النبوة يقول ايه بقى؟ أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك فين؟ في وسط أحشائي. يعني أنا شايل كلمتك جوايا ومش هسلك إلا بحسب الكلمة. المؤمن اللي بيقعد قدام الكتاب، أنا أقول لكم على حاجة بس ما تزعلوش، وإخوات المشاهدين ما يزعلوش، الكتب بقيت مركونة، فإيه اللي بيحكم حياتنا؟ إيه دستور المؤمنين اللي يحركهم؟ أسأل كم مؤمن حريص أنه يسمع جزء من كلمة الله أو يقرأ كلمة الله يوميا؟ طب هو في إيه أغلى من كلمة الله عشان نبدأ بها يومنا؟ هنا بيقول لهم هذه المحبة. كم حد فينا بيحب الرب؟ ارفع ايدك معايا، يلا فوق وتحت، خلي السماء تصور مين بيحب الرب. طب يقول لك أنا عايز أوصف المحبة دي، جزء من المحبة دي أن نسلك بحسب وصاياه، إن الوصية اللي سمعتوها من البدء تسلكوا فيها. لما ربنا يقول الأمر ده لا، يبقى مش هين عليكم تقولوها. لما ربنا يقول لا يبقى لا. عشان كده أمر مهم جدا، أول حاجة السلوك بحسب وصايا. غلطية 2:14 اقروا معايا الآية الجميلة، يقول بولس عن بطرس، وده واحد من الكبار في غلطية 2، ولكن وهو بيقول كده في عدد 14، لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة. إيه الاستقامة؟ الحسب، يلا اللي بيقروا معي، حسب حق الإنجيل. فلان مستقيم، يعني مستقيم يعني بيسلك حسب حق الإنجيل. قلت لبطرس قدام الجميع، إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ إذا كنت أنت بتسلك بعدم استقامة في حق الإنجيل ده شر. يقول قوامتهم مواجهة. يا سلام يا بولس، بمحبة قال له اللي أنت بتعمله ده غلط، أنت مش بتسلك حسب الوصية. يوحنا الثالثة، يوحنا الثالثة، يوحنا الحبيب بيقول كده في عدد 3، فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بإيه؟ إيه هو الحق؟ أنا عايز الأيام اللي جاي يلزق في مؤمنين مننا أن هم بيسلكوا بإيه؟ بالحق. هذا هو الحق، كلامك هو حق. وبعدين يكمل ويقول له كده، ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. يا سلام على فرحة قلب الرب لما يشوف ولاده وبناته بيسلكوا بحسب الحق. أعمال 17 عدد 10-12، لما بولس وسيلة راحوا حتة اسمها بيرية، يقولوا أما الإخوة في الوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، هما وهما لما وصل مضى إلى مجمع اليهود. وبعدين يقول لك إيه، بصوا بتعود بيرية دولة، وكان هؤلاء أشرف، دي مرتبة اسمها مرتبة الشرف، يعني يقول لك امتياز معه بتعود بريه، خدوا مرتبة الشرف، كانوا أشرف من الذين في تسالونيك. إيه نوع الشرف اللي هم نالوه؟ قال قابلوا الكلمة بكل نشاط، فحصين الكتب كل يوم، كل يوم مش يوم الحد بس. أنا نفسي يا كنيسة الرب في الشربية يلزق فينا هذا اللقب ومرتبة الشرف، إنه شعب الرب في هذه الكنيسة واللي بيسمعونا فحصين الكتب كم يوم؟ كل يوم. تعرف يعني مؤمن ياخد مرتبة الشرف؟ يعني بيقعد قدام كلمة الله كل يوم ويدقق، هل هذه الأمور هكذا؟ هل اللي بيوعظه القسيس ده صح؟ نرجع وراه، هل فعلا اللي بيتقال اليومين دول بحسب الحق؟ كل يوم، رغم ان اللي راح لهم بولس وسيلة، بس يقول كانوا هؤلاء اشرف من الذين في تسالونيكي. بتوع تسالونيكي كانوا مؤمنين حلوين، بس ما كانش ليهم تقال على الكلمة،
تعرف اليومين دول يعني لسه شاب بيقول لي قعد معايا في مؤتمر، شاب حلو قوي، شاب مثقف، بيقول لي ما انصحني نصيحة روحية. قلت له بص يعني النصيحة الروحية كتر من الصلاة وكتر من القعدة قدام كلمة الله. فراح رد عليه بسرعة قال لي لا في الحقيقة أنا ماليش تقالة على كلمة الله. هو أنا بقول لك اتفضل كل، تعرف المؤمنين اليومين دول ليهم تقالة على حاجات كتير، بس عند كلمة الله يقول لك ايه؟ ماليش ايه؟ ماليش تقالة على كلمة الله. طب ليك تقالة تقعد قدام مسلسل لمسلسل وفيلم الفيلم وده وده ونقعد قدام، بس لما نيجي قدام كلمة الله ليك تقالة تقعد تحكي مع ناس كتير، بس لما اجي عند كلمة الله اقول ايه؟ الناس دول كانوا اشراف نالوا مرتبة الشرف. يعني ايه سلوك؟ سلوك بلا خمير، يعني السلوك بحسب كلمة الله بتعليم صحيح. أول فكرة ربنا مليني بيها النهاردة، كم حد فينا يقول له افتح شهية كلمتك الأيام اللي جاي؟ طب أنا نفسي نعمل حاجة غير معتادة، عايز أقولها من على منبر رب لينا واللي بيسمعونا. كم حد كتابه مقفول بقاله فترة يحب يقدم توبة؟ غمض عينك معايا كده دقيقة واللي بيسمعونا، لو كتابك مقفول بقاله وقت ومش بتقعد قدام الكتاب انت محتاج تراجع حساباتك، انت في خطر، انت في خطر. احبائي ده التعليم الصحيح اللي المسيح عايز يقدمه لنا النهارده. احترزوا من خمير الفرسين، من تعليم الصدقيون، احترزوا من التعليم الغريبه، خليك مرتبط بكلمه الله. يلا ارفع ايدك معايا وقول له افتح شهيتي للكلمه يا رب، افتح عيني على الحق يا رب، وافتح ذهني عشان افهم، وافتح قلبي لتسكن كلمتك بغنى في اسم المسيح. امين امين. كم حد فينا يقول بنعمه الله من النهارده كل يوم على الاقل هقرا على الاقل اصحاح على الاقل، لكن هقرا اكتر من كده بنعمه الله. حد يقول معايا امين؟ لا لا، حد يقول معايا امين بصوت عالي؟ امين في اسم الرب يسوع. كلمه الله تغسلنا وتنقينا وتعقلنا وتكبرنا. بس السلوك ده اللي هو الخميرة الصغيرة اللي ممكن تضرب العجين كله. أول حاجة لما تحفظ كلمة الله، كلمة الله تحفظك. اتنين، إن السلوك ده يكون بحكمة وبفهم. يعني ايه بحكمة وفهم؟ تعالوا نطلع مع بعض أفسس 5:15. أفسس 5:15 يقول كده هنا بالتدقيق. تدقيق دي كلمة هي انك تاخد بالك من الامور الصغيرة. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. خلينا عند عدد 15 اقف ثانية. مش عكس متعلم جاهل، هرجع اقول عكس متعلم رجل امي لا يعرف القراءه والكتابه، اخت لا تعرف القراءه، بس عكس حكيم جاهل. فممكن يبقى معايا شهاده كبيره بس جاهل. تعرفوا قال الجاهل في قلبه. طب اقول لكم على حاجه، كثيرا الايام دي من الملحدين هتلاقيهم اساتذه جامعه ورواد فضاء وناس حاجه كبيره، ده بعد عنكم ايه، معاه شهادات يمكن 5 دكتوراه بس ايه؟ جاهل. ليه جاهل؟ ما عندوش حكمة. يقول اخفيت عن الحكماء والفهماء واعلنتها للفقراء والاطفال والبسطاء. هنا يقول انه حاجة من الحاجات، اول حاجة انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء، فاللي ما يسلكش بعد عنكم بتدقيق يبقى جاهل. وبعدين بل كحكماء 16 مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. وبعدين يكمل يقول من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فهمين ما هي مشيئة الرب. بولس بيحط تعبيرين مهمين قوي، يحط حكماء وجهلاء، ويحط هنا أنه أغبياء وفاهمين. فهنا يجي الرب يقول أنه إزاي أسلك بحكمة، ومن تعوزه حكمة فليطلب والرب يعطي بسخاء ولا يعير. حلو ان مؤمن يكون حكيم، حلو ان مؤمن يكون بيعتمد على الحكمة اللي يقول عنها الكتاب نازلة من فوق. اقول لكم تشبيه، واحد اعتمد على امكانياته ولمسه وشمه، واحد في يوم من الايام اتعلم الدرس واعتمد على حكمة. اسحاق
يقول لعيسو هات لي صيد عشان اكل وباركك. طب هو ينفعش يعني تباركني من غير ما تاكل؟ مع املى البطن تيجي البركه على طول. فوكلني اعمل ايه؟ مين سمعت؟ الاخت رفقه. فقالت له يا واد ليعقوب الصغير، نعم يا ماما. قالت له ربنا وعدني وانت في بطني انه البركه تكون بتاعتك. طب مش ربنا قال خلاص سيب ربنا يتصرف؟ لا لا، ند ربنا زقه البركه على جثتي ياخدها عيسو، ومش بيسمع كلامي. طب نعمل ايه؟ بص على ما هو يروح يصيد ندبح نجدي. يا ماما الموضوع معقد، انا جسم غير جسم اخويا، هو مشعر مليان جسمه بالشعر وانا املس. قالت له الجدي اللي دبحناه البسك الجلد بتاعه. يا ماما ريحتي غير ريحته، يا هلبسك جلبيته فريحتك تبقى زي ريحته. الاخوات لما يخططوا ربنا يباركهم. تخطيطهم ايه؟ تخطيط ما يخرش الميه. ولبسته وبعدين قال له يا بابا يعني قوم كل. فهو اسحاق ما كانش بيشوف، فراح قال ايه؟ الرب تعالى شم الريحه، ريحه عيسو، لمس الملمس، ملمس عيسو، يبقى دي ريحه ودي كمان. قال له بص يعني الريحه ريحه عيسو والجسم جسم عيسو، بس الصوت صوت، اتنين لواحد يكسبوا. تعالى يا واد رح مباركه شوية. وجي عيسو باركنه. ما مين اللي باركته من شوية؟ وقامت خناقة كبيرة كان ممكن الولدين يموتوا بعض فيها. واحد هربته ماما عند لبان، ويعقوب حط الموضوع ده في ذهنه. وبعد سنين 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 طويلة يجي في آخر حياة يعقوب وبيموت، يجي يوسف يجيب منسة وإفرايم. وراح يوسف في الحقيقة لأنه حكيم قعدهم قدام بابا اللي مش بيشوف كده، راح حط ولد الكبير على شماله والصغير على يمينه عشان بابا قعد قصاده. لما يحط ايده اليمين تيجي على الكبير وايده الشمال تيجي على الصغير، روح مباركهم. وفوق ان بابا بيروح عاكس ايديه الاثنين، يروح عامل ايديه الاثنين كده، يقول انه ساء الامر في عيني. ليس هكذا يا ابي، ايه اللي انت بتعمله يا بابا؟ انا مجهز لك كل حاجه، يا دوب عليك ايدك انك ايديك تحط. ليس هكذا يا ابي، لانه هذا هو البك. قال له علمت يا ابني علمت. هو يكون كبيرا بس الصغير يكون اكبر منه. طب جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ جابها من فوق احبائي. ما اعتمدش لا على عينيه ولا على ترتيب يوسف، لكن على اللي نازل من فوق. ياما مؤمنين بيعملوا حاجات في اوقات ويكتشفوا ان احنا وقعنا في غلطات كبيره، يجي ربي يقول ايه؟ طب ما تيجي تشورني، طب ما تيجي تسالني الموضوع ده مني ولا لا، الارتباط ده مني ولا لا، المشروع ده مني ولا لا، وانا اشور عليك وانصحك واقول لك على اللي في قلبي. كم حد فينا يقول له الدين الايام اللي جايه حكمه كمان، مش بس داخليه في العيله لكن مع من هم من خارج. عرفوا في عبارات اتحفرت في التاريخ، يعني واحد كبير رئيس دوله زمان سالوه فقالوا له ايه رايك، يعني هو ايه رايك في المسيحيه؟ قال لهم لولا المسيحيين لصرت مسيحيا. مين اللي عصرك؟ النهارده في عباره بتتاهم بتعوت الكنائس، اهي اللي بتصلي اهو في ايه يا جماعه؟ مش دول اللي بيصلوا؟ اه دول المفروض يكونوا صوره الرب بره. خلينا اقرا معاكم كلوس 4:5، كلوس 4:5-6. تعالوا اقرا معاكم، يقول كده بولس الرسول عن هذا النوع من السلوك لكنيسه كلوسي، يقول لهم اسلكوا بحكمه من جهه الذين هم من خارج. ونفس الكلمة مفتدين الوقت. أخويا الغالي ما عادش فيها كتير، أخت الغالية خلاص الموضوع بيتلم. وعندي إيمان إحنا الجيل اللي هيشوف الرب جاي على سحابة مجده. هو العالم منتظر إيه أحبائي؟ خلاص مفتدين الوقت. يعني إيه؟ يعني لو حضرتك ما بقتش شهادة في شغلك وشهادة في العيدة، يعني أنا بقابل ناس كتير يقول إيه؟ إحنا متعصرين من ربنا بسبب اللي بيصلوا. ما هي تبقى سبب بركة وابقى سبب بركة وتبقى سبب بركة، يعني نكون سبب عصرة. صفة هذا السلوك رقم واحد بحسب كلمة الله، بس اتنين السلوك الحقيقي اللي ما فيهوش لا خمير ولا في فساد يعني مستخبي خبأته ولا فساد ظاهر، يعني سلوك بحكمة وفهم. كم حد يقول له اديني هذا السلوك يا رب، اديني هذا السلوك.
كم حد نفسه يكون شهادة للناس اللي حواليه؟ الناس لما يشوفونا يشوفوا المسيح فينا. كان زمان يا اخويا فايز حد ألف ترنيمة قال هل فيك يرون يسوع؟ كم حد تعرف على المسيح لأنه شافه فينا؟ ده التحدي الحقيقي. ما أصل هم وعملوا وسووا وأنا وظلمت وأنا وبقينا دلوقتي أحبائي بنعيش بمنطق مختلف عن كلمة الله. عشان كده أول حاجة هذا السلوك رقم واحد بحسب كلمة الله، لكن هذا السلوك بحكمة وفهم. خليني أخد حاجة مهمة جدا، هذا السلوك بحسب مشيئة الله. ويا سلام على الطلبة اللي بنصليها في كل مرة في كل اجتماع، لتكن مشيئتك، وإحنا رافعين إيدينا، كما في السماء. أنت نمتم مني ولا لسه؟ لتكن مشيئتك كما في السماء. طب كم حد فعلا عايز اللي في السماء يكون على الأرض؟ طب حد عايز مشيئته هنا؟ يعني لو ربنا قال لك الموضوع ده مش مني هتبقى موافق؟ طب لو ربنا قال لك الموضوع ده مش مني هتقول له شكرا لانه ده حسب مشيئتك؟ كم حد فينا يهمه قوي قوي انه مشيئته تكون هي اللي ماشيه في حياتنا، فبكون بسمع صوته وميزه واعرف مشيئته، لان بعرف صوته وبميزه وبعرف مشيئته. انا مؤمن بعيش جوه المشيئه، جوه المشيئه. يعني ايه جوه المشيئه؟ يعني في الحته اللي ربنا عايزني فيها، في المكان اللي ربنا عايزني فيه. عشان كده أمر مهم جدا. تقول لي طب وأعرف إزاي؟ أعرف إزاي إنه أنا ربنا عايز مني الأمر ده؟ روحوا معايا كده مزمور 32، مزمور 32 عدد 8. بحب الآية دي قوي، يعني دايما يقول كده الرب لكل حد عايز يعرف مشيئته، أعلمك. يلا اقروا معايا من فضلكم عدد 8. أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك. يعني هي دي السكة اللي عايزك تمشي فيها، الطريقة التي تسلكها وانت ماشي فيها أنصحك. عين عليك، عندي حاجة جوه قلبي وانا بصلي الصبح بدري النهاردة، انه في ناس عندها قرارات ومحتارة فمش قادرة تميز. يجي ربنا يقول لك ايه؟ تعال اقول لك على مشيئتي، تعال اقول لك الايام اللي جاية تعمل ايه. بحب قوي قوي لو حضراتكم فتحتوا معايا اشعياء 30:21 يقول ايه؟ اشعياء 30:21 بحب الايه دي جدا، يقول واذناك تسمعان كلمه خلفك. يلا، اذناك تسمعان كلمه خلفك قائله، كلمه وراك بتقول ايه؟ هذه الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون الى اليمين وحينما تميلون الى اليسار. كم حد فينا مؤمن نفسه الأيام اللي جاية بجد يسمع صوت الرب يقول له هي دي الطريق اللي تمشي فيها؟ يا ما تعبنا، يا ما تعبنا لما اخترنا نفسينا. يجي الرب يقول السلوك اللي بحسب مشيئتي سلوك مميز جدا، لأنك أنت في الحتة اللي أنا عايزك، ولأنه أنت موجود في المكان اللي أنا عايزك فيه، فأنا مصادق على دعوتك ومصادق على البركة. وكمان أنا بنصحك بقول لك حينما تميل إلى اليمين وإلى اليسار هذه الطريق اسلك فيها. بحب المؤمنين اللي ياخدوا رأي ربنا في كل حاجة. واحدة حصلت مجاعة، وبعدين لما حصلت المجاعة جريت وراحت مؤاب. طب سؤال يا أختي، معنى اسمها حلوة الأخت نعمي، سؤال مهم يا أختي نعمي، سألت الرب تروح ولا ما تروحيش؟ أتسأل الرب هو في المجاعة وزمن الجوع حد بيسأل؟ ده احنا مش عارف عندنا هنا كم من التعليم والخميرة العتيقة، يعني كلام صعب. يعني لما يجي الجوع تعمل ايه؟ يعني لما يجي الجوع ام ذبحت ابنها وحطته في الحلة في الكتاب المقدس، وجابت جارتها وعزمتها وحطت ملح وتوابل وقعدت تاكل. شفتوا انتوا عملتوا ازاي؟ بعد عنكم زمن صعب. ده الناس بره عندهم مبادئ، يعني يقول لك لما يجي الطوفان
ده شر، دي تعاليم شيطانية. الكتاب يقول لك تنقذ ابنك وتبذل نفسك لأجله، بس اللي بره يقول لك ايه؟ حطه تحت رجليك، بس المهم تعمل ايه؟ ده تعاليم ايه دي؟ شيطانية، تعاليم شيطانية فعلا. فهنا النهاردة في كم من المبادئ في سألت ربنا في زمن الجوع اروح مؤاب ولا ما اروحش؟ لا ما سألتش. وضاعوا ثلاثة منها وراجعة متمررة. وبعدين يقول ايه بقى؟ حصل حاجة خطيرة جدا جدا. يقول لما كانت رعوس متشددة ان هي ترجع معاها، وبعدين يقول لك ايه في عدد 19، في رعوس 1:19، انه ذهبت كلتهما حتى دخلت بيت لحم، وكان عند دخولهما بيت لحم ان المدينة كلها تحركت بسببهما، وقالوا، سؤال استنكاري، أهذه نعمي؟ هي دي نعمي اللي كانت وردة متفتحة ومعنى اسمها حلو؟ راحت هي في الحقيقة ردت قالت لهم لا تدعوني نعمي، ما تقولوش حلوة تاني، وما نديك ايه بدل ما تدعوني حلوة ادعوني مرة. ليه يا أخت حلوة؟ ده انت اسمك حلو وحياتك حلوة وبيتك كان حلو، ايه اللي حصل؟ قالت لهم لأن القدير قد أمرني جدا. سؤال بس عشان احنا بنظلمه معانا كتير قوي. هو القدير قال لك روح هناك، ولما رحت هناك اتمررتي؟ قالت هو اللي مررني. وبعدين تقول لهم ايه في الآية؟ اني ذهبت ممتلئة وارجع عن الرب فارغة، لماذا تدعوني نعمي والرب قد أزلني والقدير قد كسرني؟ وجت في الآخر راحت لازقتها في مين؟ على مؤمنين يطلعوا بره مشيئته. الرب يقول لك الموضوع مش مني، وتمشي فيه وتكمل، وتمشي فيه وتكملي، ويجي الرب يقول الموضوع ده مش مني وارجع ليه؟ هو الرب فين؟ ليه بيعمل معايا كده؟ يا عم هو انا قلت لك روح؟ هو انا قلت لك روح من الاول؟ هو انا قلت لك موافق على الموضوع ده؟ عشان كده في خميره صغيره تخش وتفاجئ انه الخميره الصغيره دي خمرت العجين كله، فتلاقي الحياه اتمررت. واني ذهبت ممتلئه وارجعني فاغرغ، لماذا تدعوني نعمي والقدير قد ازلني والرب قد كسرني؟ يجي الرب يقول ايه؟ حقيقه يا بنتي انا بريء من اللي انت عملتيه، انا بريء، انت ما سالتنيش. طب هو كم واحد مات في بيت لحم من الجوع يا نعمي؟ ولا واحد. طب خليك في مشيئته الايام اللي جايه. كم حد يقول له يا رب احفظ رجلي من الزلل؟ انا بحب الايه الجميله، يقول ارجل اتقياءه يحرس. طب ارفع ايدك كده وقول له رب احرس رجلي، ما تخرجش ولا خطوه بره مشيئتك، ولا خطوة. يا رب هي بتبدأ بخميرة، خطوة صغيرة، وفاجأ ان الحياة كلها اختلفت. يجي الرب يقول لي الايام اللي جاية قبل ما تخطي خطوة اسألني، وانا اقول لك هذه هي الطريق اسلك فيها، مشيئة الله. انا عارف ان الموضوع ده موضوع كبير، فالسلوك بحسب الوصية بحسب الحق، السلوك أحبائي كمان بحكمة وفهم، لكن السلوك بحسب مشيئة الله. لكن هذا السلوك أيضا، خليني أخذ راحتي في الحتة اللي جاية، سلوك بحسب الروح وليس الجسد. يلا تعالوا نطلع مع بعض غلطية 5:16-18. تعالوا نقرأ بولس بيقول لهم كده، وإنما أقول. يلا كم حد، إحنا كنيسة نؤمن بالروح القدس وسيادته وسلطانه، عندما يملك الحياة يوجهك الروح. يقول كده غلطية 5:16، يقول وإنما أقول. يلا اقروا معايا بصوت عالي، اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح، والروح الجسد يشتهي، الجسد مروش غير الشهوات، الجسد يموت في الشهوات. سوري في التعبير، مفروض ما اقولوش على المنبر، الجسد يحب الرمرمة، حب كده يروح في حتة مش كويسة. فوقف له بالمرصاد الروح، الروح ضد الجسد، الجسد يشتهي، بس ما يقولش ان الروح يشتهي، لكن الروح يقول ايه؟
ضد الجسد على طول. يعني الروح يقف للجسد ويحجم الجسد وشغل الجسد وشهوات الجسد. فيجي الرب يقول ايه؟ لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح بالمرصاد واقف للجسد ضد الجسد، وهذان يقاومان احدهما الاخر. بشوف اللي جاي، حتى تفعلون ما لا تريدون. وبعدين يقول ايه بقى؟ ولكن اذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس. يعني مؤمن ممتلئ بروح الله، يعني مؤمن تحت سيادة وقيادة الروح القدس. قال في رومية 8، كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. كل الذين ينقضون بروح الله هم أولاد الله. يعني أولاد الله المفروض يكون مين اللي بيوجههم وبيحركهم؟ الروح القدس. كان أخويا فايز بيرنم ترنيمة من بتوت السمنة البلد بتاعت زمان، والناس بيلومونا، الناس قالوا كفاية للتين، يا ريتهم يبقوا للتين، ده حتى الحد ما عادوش بيحضروا. زمان كان كل ليلة، دلوقتي يا دوب اجتماع يا اجتماعين في الأسبوع. يقول لك ما أنا شفتكم على الدش. لا بأمانة بتتعبي وانت قاعدة في البيت، تبقى بتطبخي ومشغلة الدش وقاعدة تسمعي. الرب النهاردة عايزنا نبقى مؤمنين روحيين، مؤمنين روحيين. كان المؤمنين منفتحين عن الروح القدس، فجم بعض الناس قال لهم بالراحة يعني بهدوء، ففضلوا يهدوا لحد بعد عنكم ما قفلوها من فوق. كنيسة الروحية تتحرك بسلطان الروح القدس. المؤمنين الروحيين يسمعوا الروح القدس. كم حد فينا أحباء الروح القدس ده مش بتاع الرسولين والخمسينين، الروح القدس ده شخص الله لكل المؤمنين. الروح القدس ده مش بتاعنا. يعني يقول لك ايه؟ أصل دول بتعوط الروح القدس، يا ريت يا ريت هتلزق فينا ونبقى بتوع الروح القدس. هو دي حاجة وحشة؟ طب كم واحد يقول له يا رب الايام اللي جايه عايز ادي الروح القدس مجاله في قلبي؟ حلو الروح القدس لما يملك القلب كده، وحلو المؤمن لما ينتفض. عارف اول ما تنتفض تلاقي التعب وقع والهم وقع. محتاجين نرجع نعمل ايه تاني؟ اعمال 13، الكنيسه في انطاكيا، دي كنيسه بولس المحليه، كنيسه في انطاكيا في اعمال 13 كانوا صايمين. وهم صايمين في عمل 13 هتلاقوا كان في الكنيسة في أنطاكيا هناك أنبياء. كنيسة في أنطاكيا كان فيها أنبياء، والكنيسة في أنطاكيا كان فيها معلمون، برنابا وسمعان ولقيوس ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاول. شوف الآية دي، وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس. تاني الكنيسة صايمة مهيئة، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهم إليه. ودايما كل ما أجي عند الآية دي أقول سؤال، كيف قال لهم الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول؟ هل صوت ملا المكان اللي موجودين فيه والرب اتكلم مباشرة؟ ممكن. ليه؟ هو صعب على شخص الله الروح القدس انه يتكلم. طب هل حد طاقي وسطيهم كده مصدر ثقة جه الروح القدس وقال هكذا يقول الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول؟ ممكن جدا. هل ممكن كلهم الروح القدس اللي ماليهم قال لهم على الموضوع ده؟ ممكن جدا. بس اللي انا متاكد منه ان الروح القدس بيتكلم. سؤال، كم حد فينا بيسمع صوت الروح القدس؟ ده موضوع مهم جدا جدا جدا. السلوك بحسب الروح. ما انا لو مش مؤمن ممتلئ بالروح هبقى مؤمن جسدي بتحرك بايه؟ ايه الفرق ما بين ابراهيم ولوط؟ واحد روحي وواحد جسد. واحد يهمه قوي قوي قوي، ابراهيم كان غني جدا على فكره، بس الراجل ده كان غني بس دايما كانت حياته مرتبطه بخيمه. ما تبني لك حته بيت؟ قال لا لا، بص الخيمه دي جاهزه، يقول لي يلا فكها. ف
يعني واحد من رجال الله قال تعبير ألا تعمق الأوتاد كثيرا فإنما في الصباح رحلون. ما تدقش الوتد قوي عشان ايه؟ مش مطولين. طب ما تبني لك حتة ده إبراهيم كان عنده 318 عبد شباب حاملي سلاح، وكان كبار وصغيرين ورجالة وستات. واحد قال من المفسرين إبراهيم كان يملك حوالي 1000 عبد، دول يبنوا لك بيت في أسبوع. قال لا لا لا، خليني في الخيمة، بس الخيمة دي حط جنبيها مذبح. فدايما قاعد قدامه ودايما بفتكر ان انا غريب. واحد تاني راح في باب سدوم وقعد في باب سدوم مع الناس واللي رايح واللي جاي ويبيع ويشتري، خسر شهادته، وبعد عنكم خسر مراته، وبعد عنكم خسر بناته، وبعد عنكم خسر ممتلكاته، خسر لوط كل حاجة. ايه اللي موديك؟ طب اتأثرت واتسابت وابراهيم عرض حياته للخطر وراح مرجعك، ارجع مع ابراهيم. قال لي بكل اسف انا قلبي سايبه فين؟ في سدوم. فرجع عشان اجيبه، راجع لقلبي اللي متصاب في مؤمنين. تعرفوا لولا بطرس رسول حل معنا مشكلة لوط دي، سوري في التعبير، كنا مرمطنا لوط من على المنابر وقلنا لوط راح جهنم. لكن بطرس يقول ايه؟ لوط البار، لوط كان بار يعذب نفسه كل يوم. طب ايه اللي يعذبك؟ الرب يسوع لكل المجد قال لا اترككم يتامى، لا اترككم يتامى. المؤمن اللي من غير الروح القدس مؤمن يتيم بعد عنكم، لا ليه مشير ولا ليه كبير وماشي على راسه. يجي الرب يقول لي انا الايام اللي جاي الروح القدس سيأخذ مما لي ويخبرك، ياخذ من اللي على قلبي ويديك ويخبركم ايضا بامور اتيه. سلوك بحسب الروح، يبقى سلوك بحسب الحق، سلوك بحكمه وفهم، سلوك بحسب مشيئة الله، لكنه أيضا سلوك بالروح وليس الجسد. خلينا أخد حاجة كمان عشان الوقت بيجري، سلوك بقدوة. خلينا أقرأ معاكم، يعني خلينا أخد تيتوس 2:7-8 بيقول عن المؤمنين والخدام، يقول إيه؟ تيتوس 2:7 يقول كده مقدما نفسك. يلا مين يحب يقدم نفسه لينا؟ لما تروح اي شغلانه يقول لك قدم لنا نفسك، مرات يقول لك بالعربي او بالانجليزي حسب متطلب، احكي لنا عن نفسك. فتقول انا اتولدت سنه كذا ودخلت مدارس كذا ومن عيله شكلها كذا وتخرجت من كذا وعندي تدريبات كذا وانا خبرتي كذا، واقعد اقدم نفسي. لكن هنا وهو بيقول لو انت عايز تخدم مقدما نفسك في كل شيء، اقروا معايا بصوت عالي اللي جاي، قدوة للأعمال الحسنة ومقدما في التعليم، ما هو مش شر ولا خميرة لكن نقاوة، ووقارا وإخلاصا. وبعدين يقول ايه؟ وكلاما صحيحا غير ملوم. عيب يبقى مؤمن وتطلع من بقه ألفاظ لا تليق، عيب اكون مؤمنه ونمامه ومسكت سيره، يجي يقول لك ايه بقى؟ كلاما صحيحا غير ملوم لكي يغزى المضاد، اذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم. هنا قدوه. يعني ايه مؤمن قدوه؟ يعني ايه ابقى قدوه لاولادي؟ يعني ايه ابقى قدوه للناس اللي في شغلي؟ يعني ايه ابقى قدوه للجيل اللي انا بخدمه؟ يعني ايه قدوه؟ يعني ايه قدوه؟ يعني انا باخد بالي ان اولادي بيبصوا على افعالي قبل ما يبصوا على كلامي. انا واخد بالي ان الناس ملاحظه في الشغل واخده بالها قوي مني. عشان كده يقول لك ايه اليومين دول برضو، دي حاجات من الشكوى الشيطانيه، ويقول لك بص لما تيجي تعمل شغلانه ما تجيبش صنايعيه مؤمنين، لما تيجي تجيب حد يشتغل ما تجيبش ناس بتقعد كنايس. ليه؟ انا ده واحد قال لي بالظبط بالحرف كده، قال لي هيقرفوك. تخيلوا الشيطان بيشتكي يقول لك ايه؟ ما تتعاملش مع مؤمنين،
المفروض اسمى ناس على الارض هم المؤمنين، يعني صنايع مؤمن، كهربائي، سباك، نجار، حداد، واحد صنايعي، صنايعي مبلط، واحد صنايعي مؤمن، لما يروح البيت، البيت ده يتبارك لانه دخله، مش يسيب عصره ويطلع. يقول لك لا لا، ده انا بسمع قصص مهوله. يقول لك عم هات ناس من بره وترتاح، هو عشان ما تتعصرش. دكتور مؤمن، الراحل طيب الذكر، الدكتور مفيد ابراهيم سعيد، لما تيجي سيرته، لما تيجي سيره واحد زي الدكتور مجدي يعقوب، يا اخي الحاجه تشرف يا اخي. مش يقول لك دكتور راح يعمل عملية وبعد فترة اكتشف ان الدكتور اللي عمل له العملية سرق كلية منه. يا ذي المصيبة. مش مهندس يقول لك عمل البيت والبيت مش عارف طلع مواصفاته ايه، يجي الرب يقول هنا انا عايزك تبقى قدوة، المكان اللي تروح فيه انت سايب بصمة المسيح في المكان، تاجر في محل، عندي بيزنس، عندي شغل، موظف حكومة، صنايعي، فاتح بيزنس خاص، يجي الرب يقول لك انت قدوة في الحتة دي، انت قدوة في المكان ده، انت قدوة في سكنك. ده اللي الرب عايز يعمله، مقدما نفسك قدوة في كل شيء، كل شيء، كل شيء. كم حد يقول لي يا رب أنا عايز أصلي صلوة يعني لا تكون عاسر ولا معسر، لا أكون عاسر من أحد. يقول لك أنا متعصر. لا، ربنا عايز يشفيك من العصرة. تعاملت مع حد في الكنيسة واحدة كده ورحت واخداكي كتف قانوني، تعاملت مع واحد مؤمن كده وراح واخدك مقص كده فجيت على وشك فبقيت ايه، ويا سلام يا سلام لو هو في نفس الكنيسة وتشوفه بقى وانت بترنم تروح شايفه، يحصل لك ايه بقى، تروح مقفول، يا دي اليوم اللي مش طالع له شمس. يجي ربنا يقول لك انا بقى عايز اشفيك من العصرة دي، بس عايز اخليك انت كمان واخليك بركة، فلا تكون عاسر ولا معسر، تكون بركة. كم حد يقول معايا امين؟ طب اقرأ معايا بولس بيوصي تيمساوس، تيمساوس الأولى 4:12 يقول له ايه، لا يستهن أحد بحداثتك. وانت بتقرأ الكلمات اللي جاي استقبلها، شيل اسم تيمساوس حط اسمك واسمك، يقول له ايه، يقول له لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة، مش للأشرار. ده مستوى عائلة على فكرة، ما انت لو للأشرار يعني انت ايه في وسطهم، لا يعني يقول لك بص يا عمي ده 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 مختلف، لكن انا عايزك تبقى قدوه للمؤمنين. قدوه للمؤمنين ايه؟ يلا عايزين نصلي الكلام ده في الكلام ده، عايز صلوه دي، عايز صلوه ان انا اكون قدوه. فين تعرفوا انه مش 99 مننا بيقعوا في الحته دي، 100% بيقعوا فيها. مين يحب يكون قدوه في كلامه، في التصرف، قدوه في التصرف. اللي جاي أصعب سنة، قدوة في المحبة. أخ مؤمن كان شهر كده قاعد معايا، صعبان عليه من أخوه في الجسد، يعني عمل معاه حاجة كده، وهو أخ طاقي يعني، بس في الغالب الجرح جاء عميق شوية. فقال أنا لا هخطب ولا لسان يجي على لسانه لحد ما موت، وعلى فكرة أنا موصي ولادي لما موت لهو ولا عياله يطلعوا ورايا. قلت له حتى وانت ميت، في مؤمنين عايزين يحتفظوا بعدم الغفران حتى يورثوا ولادهم ايه، عدم غفران. فبدل ما تورث ابنك، لا عيب، ده عمك عيب، ده عمتك، ده خالتك عيب، فبنورث ولادنا ضغينة. طب ما تخلونا نسيب لولادنا حاجة كويسة. موصي ولادك تقول لهم ايه؟ في المحبة. اللي هيطلعوا يلاقوا بابا وماما بيحبوا اللي حواليهم هيطلعوا يحبوا بعض. اي واحد فينا هيطلع يلاقي واحد مش بيحب اخواته هيطلعوا هم كمان مقسومين على بعض. عن اختبار من على منبر الرب عندي مئات القصص في الموضوع ده. قدوة في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان.
حلوة في الإيمان دي، في الإيمان، في الطهارة والقداسة. كن قدوة، السلوك بقدوة. وآخر حاجة يعني نفسي أقول إنه ربنا عايزنا الأيام اللي جاية النموذج والمثال، عشان ناخد وقت عبادة وصلاة من فضلكم. طلعوا معايا حنا الأولى 2:6 يقول يلا على النموذج والمثال. من قال أنه ثابت فيه، ثابت في الرب، ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك. مين ذاك ده؟ بيقول عنه تاركا لنا مثالا لنتبع خطواته. فبيقول لك اللي بيقول انه بيحب الرب وثابت فيه زي ما المسيح سلك، احنا نسلك. لو المسيح مكانك في الموقف ده يتصرف ازاي؟ لو الرب مكانك يتصرف ازاي؟ عشان كده هنا سلوك يليق بالرب، وده اللي الرب عايز يوصله لينا. يعني يقول في تسالونيك الاولى 4:12 يقول كده آية خطيرة جدا جدا. بصوا يقولي لكي تسلكوا بلياقة. لياقة يعني سلوك باحترام، كلمة لياقة أي باحترام. تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. بيقولهم خلي بالكم، خلي بالكم، الرب عايزنا نسلك بلياقة باحترام. كم حد فينا يقول له في اسم الرب يسوع أي خميرة، أي خميرة، اي خميره في حته السلوك، اي حاجه صغيره. واقول لكم على حاجه رهيبه جدا، العروس ما كانش عندها نمور ولا اسود ولا كان عندها وحوش، لكن العروس تقول في سفر النشيد صح 2 خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسده للكروم. ثعالب صغار لكنها مفسده للكروم. ربنا النهارده عايز يجيب الثعالب الصغيره دي، ويجيب الخميرة الصغيرة دي، ويجيب الذباب الميت ده. وربنا عايز يظبط حياتنا. تعرف في حاجات صغيرة تسللت لحياتنا، خمارة العجين. فالرب بيقول يشبه ملكوت السماوات في حاجة خميرة صغيرة. خميرة الصغيرة دي انتشرت، انتشرت. تعرفوا لما يحكي في غلاطية 2 موقف رهيب جدا، بيقول هقول لكم على حاجة رهيبة جدا. بولس بيحكي في غلاطية 2 بيقول قبل ما يجي قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع الأمم. وبعدين عمل حاجة رهيبة جدا، لما لقي يعقوب اللي هو الكبير بتاع التلاميذ جاي كان يؤخر نفسه. وبعدين حصل حاجة رهيبة جدا، يؤخر نفسه خايف، يقول لك وراء معه باقي اليهود، يعني انساق إلى رياء بطرس باقي اليهود. هو الموضوع الخميرة ضربت مين في الأول؟ بطرس. وبعدين راحت عدوى، رأى معه باقي اليهود اتمالوا بالرياء. يقول لك ايه؟ حتى ان برنابا ايضا انقاد الى رياءه. خميرة جت في مين في الأول؟ في بطرس. وبعدين جت في مين؟ خدت مين في سكتها؟ كل المؤمنين اللي ليهم أصول يهودية، حتى المشجع أبو قلب طيب الجميل برنابا اتضرب هو كمان. أي بيت، أي كنيسة يضرب فيها خميرة الرياء تلاقيها بتعمل إيه بقى؟ في أمراض روحية معدية. على سبيل المثال قاعدة في بيت بيتكلموا وينموا على الناس، فتلاقي الموضوع بينتشر. قاعدة فيها رياء تلاقي الموضوع بينتشر. طب ربنا عايز ينقي الكنيسة، عايز ينقي ملكوته، عايز ينقي المؤمنين. كم حد يقول للرب اليومين اللي فاضلين في عمري عايز أكونهم في مشيئتك، بعيش بحسب الحق، بحسب الحق. أي حد ما عندوش كتاب مقدس في البيت، احنا تحت عبركم بعد الكنيسة في كتب مقدسة لأي حد ما عندوش كتاب مقدس. بس المصيبة الكبيرة انه يبقى كتابي مقفول، ان اخده بركة احطه كده في الانطريق زينة. سنحاسب. كم حد يقول له يا رب الايام اللي جاية غلي كلامك في عينينا. بامانة، بامانة يا شعب الرب هنا واللي بيسمعوني، عنده وعظات تخليك مشجعة ما تقعدش مكانك. بس الرب قال لي اوعى، اوعى علم الشعب. الكنيسة الاولى كانوا يوظبون على
تعليم 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 أحبائي، ده اللي كبرنا، ده اللي الرب النهاردة في مثل صغير اسمه خميرة في 3 كيلات دقيق. تعرفوا امرأة خبت خميرة صغيرة 3 كيلات دقيق، الكيلة تقريبا بتعملها من 12 ل 14 كيلو، فقالوا قرابة 50 كيلو دي حطت فيهم حتة خميرة قد كده راحت مخمرة. قال لك الثلاث كيلات دي دول بيوكلوا على الأقل من 100 ل 120 150 شخص. تخيل حتة خميرة ضربت قد ايه؟ كم حد يقول له يا رب احفظني من الخمير، لا خمير سلوك ولا خمير تعليم، فحصين الكتب كل يوم. هل هذه الامور هكذا؟ بنادى على شعب الله في بيوتهم، يا شعب الرب احنا محتاجين نرجع لكلمة الله للحق. حد يقول معي امين؟ طيب غمض عينك معايا وتعالى ناخد وقت صلاة في محضر الله. تعالى يا أخويا فايز كده وإحنا في محضر الرب كلنا كلنا هناخد وقت صلاة وعبادة وتسبيح. من فضلك من فضلك لو ما فيش حاجة ضرورية قوي قوي خلينا ناخد الوقت ده، مهم مهم في محضر الله. يلا نقول للرب كده ادينا نعمة اللي باقي في العمر يكون لمجدك، ادينا نعمة نعيش اللي جاي في العمر ليك يا رب، ادينا نعمة نكون مدققين غير معثرين وغير معسرين، ادينا الأيام اللي جاية مؤمنين بنحبك من كل قلوبنا. يا سيد الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي فانهضني. يا سيد الحبيب يا نور عمري آتي إليك يا ربي. بكل ضعفي اسمع صراخي واشفي نفسي، محتاج إليك يا ربي انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. آتي إليك بكل ضعفي اسمع صراخي واشفي نفسي، محتاج انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا، لمسة قوية، مشتاق فيا، محتاج للمسة قوية، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع، انهضني يا يسوع. ألهب قلبي فأشبع قلبك بصدق حبي.
قلبي بحبك العجيب ألهب قلبي فأشبع قلبك حبي. تعال برعش في كل عظامي روحك يملأ كل كياني. تعال وبدد كل أحزاني انهضني يا يسوع انهضني يا يسوع. تعال برعش في كل عظامي روحك يملأ كل كياني. تعال وبدد انهضني يا يسوع انهضني يا يسوع. مشتاق لعملك فيا محتاج انا مكملين صلاة. الحتة اللي نفسك ربنا يجي عليها بشفة في هذا الصباح، الحتة اللي نفسك ربنا يحط ايده عليها ويجي بشفة ليها، يلا انا اؤمن احباء انه احنا بنصلي لبعض زي ما قال الرسول يعقوب صلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. تعالوا كل اتنين هيصلوا مع بعض، يلا ايدك في ايد اختك اللي جنبك كده قولها بصلي لك الايام اللي جاية في اسم الرب يسوع. حماية الرب عليك، حماية الرب عليك وعلى قدميك من أي زلل من أي تعب. الرب يحط يده عليك فالأيام اللي جاية تكون سبب بركة. يلا يا شعب الرب، مين يقول للرب اللي باقي في العمر عايزه كل مجدك يا رب؟ يلا مين يقول له حط إيدك علينا، حط إيدك علينا. عايز أصلي لأجل كل واحد نفسه يعيش مشيئة الله. يلا كل إخوات الضيوف اللي جايين عشان صلاة غمض عينك وادعي ربنا، قولي له محتاجة لك وبيتي محتاج لك وقلبي محتاج لك. افتح قلب وتعالى اسكن فيه بالنعمة يا رب. الرب موجود وسطينا، الرب موجود وسطينا، الرب حاضر ومال الاجتماع في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. حضورك القوي يوصل لكل نفس يا رب، حضورك القوي يجي بشفة شفة 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 روحي وشفة جسدي وشفة نفسي لأنك موجود هنا يا رب. أنت موجود وسطينا عن كل واحد منا ليس ببعيد يا رب. هللويا. الرب في وسطنا أحبائي. يلا مين يقول له عايز مشيئتك وخطتك؟ مين يقول له يا رب أنت ليك في حياتي خطة، أنت ليك في حياتي خطة يا رب، انت ليك خطه صالحه معايا. يلا مين يقول له ماسكه ايدك علمتني اعلى فوق كل الجبال، ماسكه ايدك خليني اعدي اعدي وخطي. عايز اصلي مع اي حد بيعدي في وقت صعب، اي حد بيشاهدنا بيعدي وعليه حرب، الرب يجي الايام اللي جايه ويصنع يصنع ما في قلبه في اسم الرب يسوع. يلا مين عليه حرب على بيته، مين عليه حرب على جسده، حرب على نفسيته الايام اللي جايه، اقول للرب اديني اسلك بالحق يا رب واديني اسلك في مشيئتك. صلوا يا شعب الرب، صلوا كل حد رفع قلبه للرب في اسم الرب يسوع في هذا الصباح. حط ايدك على كل حد فينا يا رب. انت ليك في حياتي خطه، خليني اقبل ما فيها حلوه مره
مرة مرة بس لازم أتعديها. أنت لي في حياتي خطة خليني أقبل ما فيها. حلوة مرة 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 بس لازم هتعديها. يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل وراضي. راح أقول لنفسي طيعي ده بتبدل رمادي. يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل وراضي. راح أقول لنفسي طيعي انت بتبدل رمادي. انت بتبدل رمادي. كنت غافل عيني قافل عن إرادتك عن مشيئتك. بس صوتك قالها قودك مش هسيبك وقت دقتك. كنت قافل عيني قافل عن إرادتك عن مشيئتك. بس صوتك قالها قودك مش هسيبك وقت دقتك. يا إلهي يا حبيبي من إيديك قابل وراضي. راح أقول لنفسي طيعي انت بتبدل رمادي. هقول لنفسي طيعي انت بتبدل رمادي. انت بتبدل رمادي. مسكت ايدك علمتني اعلى فوق كل الجبال. لو امان الكون سابتني يا احلى ويا الرحال. مسكت ايدك علمتني اعلى فوق كل الجبال. لو امان الكون سابتني يا احلى ويا الرحال. يا الهي يا حبيبي من راح أقول لنفسي طيعي ده انت بتبدل رمادي. يا إلهي يا حبيبي من إيديك. راح أقول لنفسي طيعي انت بتبدل رمادي. انت بتبدل رمادي. مش هبص بعين حزينة عاللي فات من ذكريات. انت جايني بأحلى زينة لك هدف ايوة ومعاك. مش هبص بعين حزينة عاللي فات من ذكريات. انت جايني بأحلى زينة ليك هدف ايوة ومعاد. يا إلهي يا حبيبي من إيديك. راح أقول لنفسي طيعي ده انت بتبدل رمادي. يا إلهي يا حبيبي من إيديك.
رح أقول لنفسي طيعي، ده انت بتبدل رمادي، ده انت بتبدل رمادي. نفسي أقول حاجة قبل ما نختم الصلاة، لو في حد لسه ما اختبرش المسيح كمخلص، قلبي واخدني قوي قوي انه ما عادش فيه وقت كبير. يمكن النهارده تيجي واحده للرب، واحد يجي للرب، ويجي الرب ياخدنا للسماء، عدد العروس يكمل وياخدنا للسماء. لو لسه بعيد عن نعمه الله، النهارده ربنا عنده نعمه غنيه تغطيك وتغطيك وتغطيني وتغطي كل ضعف. لو النهارده نفسك تضمن الحياه الابديه واللي باقي في العمر تعيشه للمسيح، تعال له باخلاص قول له بفتح قلبي ليك، تعال وغيرني، تعال وغيرني. ولو عندك حد غلى عليك حطيه قدام الرب، حطه قدام الرب. واحنا بنرنم الترنيمه اللي جايه وبنهتف ونقول نعمتك غنيه، نعمتك عظيمه، نعمتك تغير، نعمتك تحرر، نعمتك بتحوطني. تعال النهارده قول للرب كده، انا عايز نعمتك يا رب تجيبني ليك النهارده، نعمتك تغير حياتي. يلا كلنا فوق وتحت، اللي يقدر يقف معايا وانت بتصلي الكلمات دي. ايدك بتحوطني، ايدك الايام اللي جايه تمسك بايدي. نعمتك غنيه، نعمتك عظيمه، ياللي راضي بيا واكتب ليا قيمه، ايدك بتحوطني. ما نكلم فرحني مديني الترنيمه. نعمتك غنيه، نعمتك عظيمه، ياللي راضي بيا ايدك بتحوطني. ما انت اللي مفرحني مديني الترنيمه. نعمتك شالتني من وسط قصوري، ايوه ايدك حميتني انت لي يا سوري. مش متروك لوحدي لظروفي واموري، انت بدت معايا هتكمل يا نوري. نعمتك غني، نعمتك عظيمة، اللي راضي بيا ودت ليا قيمة، ايدك بتحوطني. مديني الترنيمة، نعمتك بتقبل واداني بصليبك. كنت بعيد لوحدي جتني بقيت حبيبك، ولقيت نفسي محمي متشال جوه عينك. انا مديون للنعمه، انا مديون لصليبك. نعمتك غنيه، نعمتك عظيمه، ياللي راضي بيا ايدك بتحوطني. انت اللي مفرحني مديني الترنيمه. نعمتك تخلص، نعمتك تبرر، واثق فيك وإيماني إنك أنت تحرر، ودي مش حاجة مني. إنك هتباركني أكتر مما تصور. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، اللي راضي بيا ودت ليا قيمة، إيدك بتحوطني. انت اللي مفرحني تخلص، قول ما يلا. نعمتك تخلص، نعمتك تورك، واثق فيك وإيماني انك انت تحرك، ودي مش حاجة مني. انك هتباركني اكتر مما تصور. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، اللي راضي بيا ايدك بتحوطني. انت اللي مفرحني مديني الترنيمة. امين امين، في اسم الرب يسوع.